يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حياكم الله في لقائنا الثاني من لقاءات مدارستنا لكتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للإمام النووي رحمه الله تعالى. سنبدأ اليوم بالمقدمة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الفتاح المنان ذي الطول والفضل والإحسان، الذي من علينا بالإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان، ومحى بحبيبه وخليله عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم عبادة الأوثان، وخصه بالمعجزة والسنن المستمرة على تعاقب الأزمان، صلى الله عليه وعلى سائر النبيين وآل كل ما اختلف الملوان، وما تكررت حكمه وذكره وتعاقب الجديدان. قال: أما بعد، فإن علم الحديث من أفضل القرب إلى رب العالمين، وكيف لا يكون وهو بيان طريق خير خلق أو خير الخلق وأكرم الأولين والآخرين. وهذا كتاب اختصرته من كتاب الإرشاد الذي اختصرته من علوم الحديث للشيخ الإمام الحافظ المتقن المحقق أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بن الصلاح رضي الله عنه. أبالغ فيه بالاختصار إن شاء الله تعالى من غير إخلال بالمقصود، وأحرص على إيضاح العبارة، وعلى الله الكريم الاعتماد وإليه التفويض والاستناد. ثم قال رحمه الله تعالى: أنواع الحديث. نعم، إذن هذه المقدمة التي قدم بها الإمام النووي رحمه الله تعالى لكتاب التقريب والتيسير. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أبدأ، لأن الجار والمجرور دائما لا بد له من متعلق. باسمي، هذا جار ومجرور، فمتعلق بمحذوف، هذا المحذوف يقدر فعلا متأخرا. فإذا قلت مثلا بسم الله قبل الأكل، فتقدر بسم الله آكل، ويقدر الفعل متأخرا بسم الله آكل، قال تبركا بتقديم اسم الله عز وجل. ومثلها قولك بسم الله عند القراءة، تقدر بسم الله أقرأ، وعند القيام وعند المشي وعند السفر وعند العود من السفر. فهذه تقدر في كل مكان وفي كل مقام ما يناسبه من الأفعال. فهنا عندما قال بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبدأ. وابتداء الكتب المصنفة بالبسملة هذا أمر مشهور من فعل أهل العلم، اقتداء بالكتاب العزيز القرآن الكريم حيث ابتدأ بالبسملة. وكذلك ابتداء الكتب بالبسملة هذا من سنن المرسلين، من سنن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سنن الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت تصدير كتبه عليه الصلاة والسلام بالبسملة. ففي الصحيحين أنه عندما كتب عليه الصلاة والسلام إلى هرقل، فإنه صدر هذا الكتاب بالبسملة. ففي حديث أبي سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل العظيم أروم. فإذا هو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك هو من سنن المرسلين. الله عز وجل قال في سورة النمل، قالت: يا أيها النمل إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا هذا من سنن أهل العلم، اقتداء كما قلنا بسيدنا رسول الله، واقتداء بالأنبياء. وأما حديث البدء بالبسملة، حديث البدء بالبسملة
وهو حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع. هذا الحديث وهذه الرواية رواية تالفة من حيث الإسناد، يعني من حيث الثبوت هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من حيث العمل، عمل المؤلفين وعمل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الرواية صحيحة ثابتة. أما لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع، فهذا غير ثابت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابتدأ الإمام النووي رحمه الله تعالى فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الفتاح المنان. الحمد لله، الحمد لله، الحمد هو الثناء على الله عز وجل. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: والحمد لله تملأ الميزان. مجرد أن تقول الحمد لله فهذه الكلمة الثناء على الله عز وجل تملأ الميزان. وروى ابن حبان وابو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع. رواية الحمد هذه ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسن إسنادها ابن الصلاح والنووي في شرحه على مسلم، وكذلك في كتابه الأذكار في موضعين في كتاب الأذكار حسن هذه الرواية، وكذلك حسن هذه الرواية ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نتائج الأفكار. فإذا هذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث البدء بالحمد. أما حديث البدء بالبسملة فغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام السخاوي رحمه الله تعالى له شرح على كتابنا هذا الذي بين أيدينا، التقريب والتيسير. ماذا قال؟ قال: والابتداء بالحمد مستحب لكل مصنف وفي كل أمر ذي بال، للحديث الوارد فيه الذي قلناه منذ قليل: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع. ثم يقول الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: ومن أخل بإثبات الحمد من أئمة المصنفين، يعني بعض المصنفين لما صنفوا لنا الكتب وهي من الكتب الكبيرة التي لها وزنها في الشريعة وفي الرواية، لم يثبتوا الحمد في أول هذه الكتب. فهنا يقول الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: ومن أخل بإثبات الحمد من أئمة المصنفين فالظن أنه حمد الله بلسانه. وهذا لابد من الظن الحسن بالمسلمين، وخصوصا إذا كانوا من أئمة المصنفين في علوم الحديث وفي غيرها. نعم، قال: الحمد لله الفتاح المنان. الفتاح هذه صيغة مبالغة من الفتح، والفتح هنا بمعنى القضاء. الله عز وجل ماذا قال؟ قال: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير ايش؟ الفاتحين. افتح بيننا وبين قومنا يعني اقضي بيننا. وهذا أحد معنيين من معاني الفتاح بمعنى ايش؟ القاضي. وهذا ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه في الصحيح تعليقا. والفتاح له معنى آخر، من هذا المعنى الآخر أنه الفتاح يعني الذي يفتح أبواب الخير والذي يفتح أبواب رزق على عباده سبحانه وتعالى، ويسهل عليهم ما كان صعبا، يسهل عليهم ما كان صعبا. ثم هذا الفتاح في المعنى الثاني تارة يكون في أمور الدين وتارة يكون في أمور الدنيا. في أمور الدين وهو العلم، وهو العلم، حتى يعني الآن أستعمل هذا المعنى، إذا سمعت كلاما في الشريعة من طالب علم أو من عالم فإنك ماذا تقول؟ تقول: سبحان الفتاح ما شاء الله، سبحان الفتاح ما شاء الله. فهذا الله المعنى يسلمك. مستعمل. وهناك الفتح في أمور الدنيا،
فتح في أمور الدنيا، قالوا أن يغني الله سبحانه وتعالى فقيرا، أو ينصر مظلوما، أو يزيل كربة. وهذا المعنى الثاني الذي ذكرته هو المعنى الشائع المشهور لهذا الاسم الكريم من أسمائه سبحانه وتعالى الفتاح. وهذان المعنيان ذكرهما الإمام الفخر الرازي رحمه الله تعالى في كتاب له، كتاب جميل اسمه لوامع البينات، شرح أسماء الله والصفات. إذن قال الحمد لله الفتاح المنان. المنان هذه صيغة مبالغة من المن، المنان بمعنى الكثير الإنعام سبحانه وتعالى، الذي يبدأ بالنوال بالعطايا قبل السؤال، كما ورد ذلك عن سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وإتيان الإمام النووي رحمه الله تعالى بهاتين الصفتين الفتاح المنان، يعني كأنه يقول لنا رحمه الله تعالى بأن ما شرع فيه من تأليف هذا الكتاب هو من فتح الله سبحانه وتعالى وعطائه الجزيل. هي أرزاق، هي أرزاق من الله عز وجل. يعني عمر النووي رحمه الله تعالى بالنسبة لما ألفه ولما خطته يداه، هذا سبحان الله يعني من الفتح العجيب ومن العطاء الجزيل من الله عز وجل. فقال الحمد لله الفتاح المنان. ثم قال رحمه الله تعالى ذي الطول والفضل والإحسان. ذي الطول كما وصف سبحانه وتعالى نفسه ذلك في كتابه في سورة غافر في أولها، قال عز وجل حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ذي الطول فسره ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما يعني بذي السعة والغنى والكثير الخير سبحانه وتعالى. قال ذي الطول والفضل والإحسان سبحانه وتعالى. ثم قال الذي من علينا بالإيمان. من علينا بالإيمان أن هدانا إليه ووفقنا إليه، وهذه أعظم النعم التي أنعم الله بها علينا. يعني إذا سئل ما هي أعظم النعم التي أنعم الله بها عليك، هناك نعم كثيرة، لكن أعظم هذه النعم والتي يأتي على رأس الهرم فيها هي هذه النعمة التي يشير إليها الإمام النووي رحمه الله تعالى، أن من الله علينا بالإيمان، من علينا بالتوحيد، من علينا بأن نتبع حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه أكبر وأعظم النعم، نقعد صباح مساء نلتجئ إلى واحد هو الله، بينما غيرنا يتجه للشمس، للقمر، للأحجار، للكواكب، للأشجار، يسجد لها ويعبدها من دون الله عز وجل. أما نحن كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث. إذن الحمد لله الفتاح المنان ذي الطول والفضل والإحسان الذي من علينا بالإيمان. ثم قال رحمه الله تعالى وفضل ديننا على سائر الأديان. فضل ديننا يعني دين الإسلام على سائر الأديان، وورد في ذلك يعني أحاديث كثيرة مشهورة عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، كالحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني صلى الله عليه وسلم. ثم قال ومحى بحبيبه وخليله وعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم عبادة الأوثان. هنا الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر أربع صفات من أشرف أوصافه صلى الله عليه وسلم. هذه الصفات الحبيب والخليل والعبد والرسول صلى الله عليه وسلم.
ولسيوطي كتاب أسماه أغيار أنيقة في شرح أسماء خير الخليقة صلى الله عليه وسلم. إذا ما اسم الكتاب؟ أغيار الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة، وهذا الكتاب قد طبع وشرح فيه هذه الأسماء التي أوردها الإمام النووي، وهذه الصفات التي أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى. ماذا قال هنا؟ قال: ومحى، يعني أزال، بحبيبه وخليله عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم عبادة الأوثان. الأوثان هي الأصنام، وتشترك الأوثان والأصنام بأنها ما يعبد من دون الله، نقال عنها أصنام ويقال عنها إيش؟ أوثان. ولكن فرقوا بينهم، بين الأصنام وبين الأوثان، فقالوا الأوثان كانت تطلق على ما يتخذ من الحجارة ويعبد من دون الله، والأصنام كانت تطلق على ما يتخذ من الذهب أو من الفضة أو ما شابهها من المعادن. وهذا التفريق وغيره فرق به الإمام ابن الأثير الجزري رحمه الله تعالى في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر، الذي لا يستغني عنه يعني قارئ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وخصه بالمعجزة والسنن المستمرة على تعاقب الأزمان. وخصه يعني خص الله حبيبه وخليله وعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بالمعجزة. المقصود هنا المعجزة العظيمة المستمرة إلى قيام الساعة، ألا وهي القرآن الكريم كتاب ربنا سبحانه وتعالى. قال: وخصه بالمعجزة والسنن المستمرة، يعني خص الله حبيبه وخليله وعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بالسنن المستمرة. فسنته صلى الله عليه وسلم لا تزال مستمرة منذ أن قالها رواية وتسلسلا وعملا من زمانه صلى الله عليه وسلم إلى زماننا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك قال الإمام النووي: وخصه الله وخصه بالمعجزة والسنن المستمرة على تعاقب الأزمان. تعاقب الأزمان يعني مرور الأزمان. ثم قال: صلى الله عليه وعلى سائر النبيين وآل كل ما اختلف الملوان. صلى الله عليه، هنا الإمام النووي قال صلى الله عليه بدون إيش؟ بدون لفظ السلام، يعني لم يقل صلى الله وسلم عليه، مع أن الإمام النووي رحمه الله تعالى نفسه المؤلف صرح الإمام النووي بكراهة إفراد أحد اللفظين عن الآخر، بأنه يكره إفراد أحد اللفظين عن الآخر. صرح بذلك في موضعين من كتبه رحمه الله تعالى، الموضع الأول في شرح صحيح مسلم، والموضع الثاني في كتابه الأذكار، الذي كان علماؤنا يقولون عن هذا الكتاب: بع الدار واشتري الأذكار. فإذا صرح بالكراهية، يعني فلا تقول اللهم صل على محمد وتسلم صلى الله عليه وسلم، وإنما تقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، هكذا تقرن الاثنتين مع بعضهما. إذا صرح الإمام النووي بالكراهة، وهنا الإمام النووي رحمه الله تعالى اقتصر على لفظ أحدهما. الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى خص الكراهة، أن تفرد أحدهما عن الآخر، خص الكراهة هذه بمن جعل ذلك ديدنا له، يعني بمن جعل ذلك مداوما عليه، مداوما عليه. قال: لماذا خص ذلك؟ قال: لوقوع الإفراد، الإفراد اللهم صل على سيدنا محمد بدون وسلم في كلام الإمام الشافعي في الرسالة، وكذلك الإمام مسلم في مقدمة الصحيح أفرد أحدهما
عن الآخر، وكذلك غير هؤلاء من كبار أئمة المصنفين، ومنهم الإمام النووي رحمه الله تعالى هنا كما في خطبة التقريب. فإذا الكراهة إفراد أحدهما عن الآخر بمن جعل ذلك ديدنا له. قال رحمه الله تعالى صلى الله عليه وعلى سائر النبيين، سائر يعني باقي النبيين، وآل كل يعني أتباع النبيين وجميع أمة الإجابة لنبينا صلى الله عليه وسلم. قال ما اختلف الملوان، ما اختلف الملوان يعني ما اختلف الليل والنهار، فالليل والنهار يتكرران وهما مستمران إلى أن يغيث الله الأرض ومن عليها. فيقول هكذا صلاتي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، المراد اللهم أرني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما تعاقب الليل والنهار، وهذا مستمر إلى يوم القيامة. والمراد من ذلك تأبيد الصلاة والسلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم بدوام تعاقب الليل والنهار. وهذا يا أحباب هو دأب الأئمة المصنفين ودأب شأن أهل العلم، فإنهم يعلقون الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بالأمور المستمرة، ولذلك يعني يقولون ايش؟ استمرار نوح الحمام، استمرار الشروق والغروب، يعلقون ذلك حتى يكون ذلك على سبيل التأبيد الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال صلى الله عليه وعلى سائر النبيين وآل كل ما اختلف الملوان وما تكررت حكمه وذكره وتعاقب الجديدان. وما تكررت حكمه، حكمه يعني سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم. وتعبير المصنف هنا الإمام النووي عن السنة بالحكم، يعني السنة بالحكم، هذا أخذا من تفسير الحكمة في قوله سبحانه وتعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة، وأخذا من قوله سبحانه وتعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فكثير من السلف كالقتادة والحسن على أن الحكمة هنا السنة، وفسر ذلك الإمام الشافعي في كتابه الرسالة أن الحكمة هنا هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول وما تكررت حكمه أي سننه صلى الله عليه وسلم، وما تكررت حكمه وذكره، ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم كم يتكرر في اليوم؟ يتكرر كثيرا. وإيش وذكره؟ قال وذكره وتعاقب الجديدان، وتعاقب الجديدان يعني كذلك الجديدان هنا كالملوان معناهما الليل والنهار. ونحن هنا نلاحظ أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا متكرر ومستمر. فكأن الإمام النووي رحمه الله تعالى هنا يقول هكذا صلاتي وهكذا سلامي على الحبيب صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء فإنه مستمر ومتكرر، فإنه مستمر ومتكرر. ثم دخل في المقصود رحمه الله تعالى فقال أما بعد فإن علم الحديث من أفضل القرب إلى رب العالمين. هذه اللفظة أما بعد تستعمل في الانتقال من المقدمة والاستفتاح إلى المقصود بالحديث، فهنا أتى بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب أتى بهذه اللفظة فقال أما بعد، وذكرها صلى الله عليه وسلم في خطابه كثيرا، يعني في البخاري لوحده في كتاب الجمعة أورد 6 أحاديث فيها أما بعد، واستعملها الحبيب صلى الله عليه وسلم في كتبه التي كتبها وأرسلها إلى الملوك والأمراء يدعوهم إلى الإسلام. وما ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال
أن أما بعد، من فصل الخطاب الذي أوتيه داود، وفيه التصريح بأن داود أول من قالها من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فهذا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من رواية عبد العزيز ابن أبي ثابت. وعبد العزيز ابن أبي ثابت هذا متروك شديد الغلط، كما قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه التقريب، ثم قال: فإن علم الحديث من أفضل القرب. لعلنا نقف هنا بعد قوله رحمه الله تعالى أما بعد، إلى لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. الله، جزاكم الخير.